انتقل الآن إلى ضيفي من واشنطن وهو سيد سادلر. ما تأثير التحالفات الأمنية للولايات المتحدة في هذه المنطقة على المشهد الراهن بين طوكيو وموسكو، وخاصة بعد قمة كامب ديفيد والتي كانت بين واشنطن وطوكيو وسول؟ شكرا جزيلا لهذا السؤال الرائع. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فإن بينهما تحالفا عسكريا وأمنيا، وهذا يلعب دورا كبيرا لمصالح البلدين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ولقد بدأ هذا التحالف بعد الحرب العالمية الثانية لمدة عقود من الآن، وفي 2013 عندما قرر رئيس الوزراء الياباني التعاون مع أمريكا في تعزيز القوات العسكرية والتعامل مع الخطر الصيني والالتزام بالشكل السلمي. ولذلك فدعيني أقول إن هناك تطورا كبيرا في العسكرية الصينية، وهذا هو الذي صار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. والآن أيضا نجد أن روسيا تحاول أن يكون لديها يدا في تلك المنطقة، ونحن نؤمن بأن هناك تهديدا كبيرا من قبل روسيا على اليابان، ونفس التهديد يأتي من الصين. لذلك فإن التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان سيساعدهما على الوقوف ضد هذه الأخطار التي تحدثت عنها، كما أن هناك الكثير من المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في نفس الوقت. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تساعد الدول في تلك المنطقة في آسيا حتى لا يمتد نفوذ الصين لتلك الدول. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت كوريا الجنوبية واليابان، وهذا لا يعبر عن إرادة عدوانية ضد الصين أو ضد روسيا، ولكن حتى يستمر التوازن في هذه المنطقة، في منطقة المحيط الهادي. لذلك فدعيني أقول إن هناك قوة ردع لا بد أن تكون هناك في تلك المنطقة، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى السلام والأمان.